السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، عدد ما خلق وملء ما خلق وعدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله على منه وكرمه سبحانه أن من علينا بطيب لقائكم وجمال صحبتكم. ضيوفنا الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب مع باقة عطرة بأريج الورود والرياحين. معكم محدثتكم من فريق التقديم في منصة أريد الدولية، الأستاذة صفا محمد علي شيت، ونحن معكم في اليوم الرابع من الدورة التدريبية المميزة بعنوان ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، برعاية منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، وبرعاية قسم الترجمة والتدقيق اللغوي لمنصة أريد الدولية. يطيب لنا أن نبحر معكم في عالم جديد، برحلة علمية مشوقة ممتعة في صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها، لأن إتقان صياغة الجملة العربية الفصيحة مع تجنب الأخطاء الشائعة فيها هو من أهم المهارات التي ينبغي على كل متحدث باللغة العربية إتقانها، فالجملة هي وحدة البناء الأساسية في اللغة، وصياغتها بشكل دقيق تعد مفتاح النجاح للتواصل الفعال والتعبير الواضح عما في النفس والذهن، وللارتقاء بمستوى الكتابة الصحيحة، ولصياغة جمل نموذجية ببراعة وإتقان. فندعوكم أعزائي الحضور لهذه المحاضرة الممتعة للتعرف على الطرق الصحيحة للصياغة الجمل، لصياغة جمل نحو إتقان لغوي. ويسعدنا أن ينضم معنا في هذه المحاضرة كوكبة طيبة من العلماء الأفاضل، ونبدأ على بركة الله مع سعادة الدكتور بدر الدين العربي الزيتي من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، ومدير مجلة نوموس للفقه والقانون والقضاء من المغرب الشقيق، مشكورا لجهوده ومديرا لهذه الجلسة. تفضل دكتور بدر الدين، معكم الصلاحية. شكرا للأستاذة صفاء على هذا التقديم الجميل وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدا. السادة الأساتذة والسيدات الأستاذات الحضور الكرام، حياكم الله أحبتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المكان الافتراضي وفي هذه يعني في هذا اليوم الرابع من أيام الدورة التدريبية النافعة في موضوع ما لا يسع المدقق اللغوي جهله. ندعوكم أيها الأحبة لقضاء وقت علمي تكويني تدريبي حول موضوع غاية في الأهمية، وهو كيفية صياغة الجملة وكيفية صياغة الجملة وبيان الأخطاء الشائعة فيها مع أستاذتنا الفاضلة الدكتورة لمياء عبد الله الشمري. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفتح على يديها وأن ينفعنا بعلمها يا رب العالمين. وبدون إطالة الكلام يعني نذهب سريعا إلى الأستاذة الدكتورة لمياء لإعطائها الكلمة لإمتاعنا بالمعلومات القيمة حول هذا الموضوع. ودكتورتنا لمياء هي غنية عن التعريف، فالدكتورة كرست حياتها
في اللغة العربية وعلومها من نحو وصرف وأصوات ومعاجم، فهي عملت في وزارة التربية على مدى 20 سنة، خصصت منها 15 سنة في التصحيح اللغوي والسلامة اللغوية وفي كيفية تدريس اللغة العربية للمعلمين والمدرسين والمشرفين من شمال العراق حتى جنوبه. ولأستاذتنا خبرة لغوية في المناهج وكذلك خبرة علمية كبيرة في هذا المجال، وهي تعمل حاليا يعني مدرسة بالجامعة العراقية في كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية ومسؤولة الشؤون العلمية في الوقت نفسه بالكلية. وقد حصلت على الدكتورة سنة 2014 بعنوان المماة من الألفاظ في المعجم العربي دراسة لغوية، ولها أيضا تخصص في الصوت والصرف دقيق في ذلك، وعنوان الرسالة التي كانت في الماجستير توالي الأمثال في العربية دراسة صوتية صرفية. وحصلت على الدكتوراه من جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد والماجستير والبكالوريوس فيها أيضا. ولأستاذتنا ودكتورتنا الكثير من الأبحاث المنشورة، نذكر من هذه الأبحاث القياس وأثره في التنمية اللغوية، وهو منشور بمجلة كلية التربية للبنات العدد 14 الجزء الأول، وكذلك من أبحاث المنشورة في القرآن الكريم دراسة صرفية صيغة فعل، وهو منشور بمجلة دراسات تربوية أيضا يعني المجلد 14 العدد 54، ومن أيضا من المنشورات ورقة بحثية السلامة اللغوية وسبل تحقيق الأمن اللغوي. فأنتم ترون كيف أن الدكتورة الفاضلة هي يعني تخصصها الدقيق هو في اللغة العربية وفي علومها من نحو وصرف. والآن نريد أن نستمع إلى المعلومات القيمة التي ستزودنا بها في خصوص هذا الموضوع الذي كما أشرنا إليه هو صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها. فلأستاذتنا الفاضلة الكريمة، تفضلي أستاذتنا الفاضلة. مرحبا أستاذ دكتورة لميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور بدر على هذا التقديم الرائع، وحياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بكم في اليوم الرابع من الدورة التدريبية المجانية بعنوان ما لا يسع المدقق اللغوي جهله. محاضرتنا لهذا اليوم على بركة الله ستكون في صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها. نبدأ البث. نعم، واضحة الصورة إن شاء الله. نعم دكتورة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. الجملة العربية والأخطاء الشائعة فيها هي من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها الباحث والكاتب وحتى الطالب الجامعي أيضا في المرحلة الأولية وفي الدراسات العليا أيضا. ونحن نعلم أن الجملة هي من المستوى أو درست ضمن المستوى الثالث من مستويات دراسة اللغة العربية التي شملت الصوت أولاً ثم الصرف ثم الجملة ثم الدلالة والمعنى. ولو عدنا إلى علمائنا السابقين سنرى أن الجملة درست أولاً بعد أن ابتعدوا عن دراسة الصوت والصرف يعني مدة من الزمن، وقالوا أن دراسة الجملة أولاً
لندرس العموم، ثم بعد ذلك ندخل إلى دقائق التفاصيل من الصوت والصرف، ثم بعد ذلك دلالة كل ذلك، دلالة الصوت ودلالة الصرف، وكذلك دلالة الجملة. وكذلك لدقة علم الصرف ولدقة علم الصوت أخر بعد دراسة الجملة، لذلك نرى أكثر الكتب المؤلفة بدءا من سيبويه وحتى يومنا هذا يبدأ بتركيب الجملة، ثم بعد ذلك يتسلسل حتى يصل إلى الموضوعات الصرفية، ثم بعد ذلك الموضوعات الصوتية من إدغام وغنة وإمالة إلى آخره من هذه الموضوعات. نأتي الآن إلى الجزء الآخر من العنوان، وهو الأخطاء الشائعة فيها. سنتناول الجملة مع الخطأ، يعني ما معنى الجملة وكيف درست الجملة. الجملة العربية هي لا تتعدى أن تكون عبارة عن جملة اسمية وجملة فعلية، وما الجمل الأخرى إلا تكون متعلقة بهذه الجملة، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، أو المسند والمسند إليه وما يتعلق بهما، أي ما يدخل على هذه الجملة من دواخل وما يأتي في نهايتها من توابع كالتوكيد والنعت والعطف، ونعت يسمى أيضا الصفة. هذه التوابع بعض العلماء سموها الفضلة، وذلك لأننا يمكن حذفها من الجملة ويستقيم الكلام. المهم لدينا المسند والمسند إليه ليستقيم المعنى، ونعرف أن كل ما يدخل على هذه الجملة هو إما لتأكيد شيء أو لنفي شيء أو لإثبات زمن شيء إلى آخره من دور القرائن في الجملة العربية. هناك مشكلة في كتابة الجملة العربية وفي صياغتها وكذلك في نطقها، تعود إلى عدم استعمال، مثلا على سبيل المثال حتى بعد ذلك ندخل إلى التفاصيل بإذن الله، عدم استعمال الفعل المناسب، كذلك عدم تطابق الفعل مع فاعله، وأحيانا زمن الفعل لا يكون مناسب، قد يستعمل زمن للمستقبل ويكون بدء الجملة بفعل ماضي مثلا، كذلك تكرار الفعل في الجملة وهذا التكرار لا داعي له. بالمناسبة نقول تكرار ولا نقول تكرار، هكذا تعودت حينما ألقي المحاضرة في طي يعني في ذكر الكلام، أذكر الصواب عادة الكل أو أغلب المتكلمين يقولون تكرار، وهذا خطأ، نقول التكرار هو من تكرار الشيء على وزن تفعل. كذلك هناك سبب هو استعمال الجمل المعقدة، أحيانا يطيل المتكلم أو الكاتب بكتابة الجملة أو في نطق الجملة، إما أنه ليس لديه مثلا ثروة لغوية دقيقة تصل به إلى المعنى بإيجاز، أو يكون قد يعني لم يفهم بعض الكلمات حتى يضعها في مكانها المناسب. كذلك أحيانا بعض الأفعال أحيانا يعديها بتعدي خطأ، هي أحيانا هناك أفعال لا تحتاج إلى حرف جر، وهناك أفعال تحتاج إلى حرف جر، وهناك أفعال تحتاج إلى نوع معين من حروف الجر، لذلك هذا سبب من أسباب الخطأ في الجملة العربية. قد يسأل سائل من الحاضرين، لما أو كيف نعرف أن هذا الفعل يحتاج إلى حرف جر أو لا يحتاج، أو يحتاج إلى حرف جر معين؟ نقول هكذا وجدناه في المعجم العربي وفي الاستعمال العربي الصحيح، بالمناسبة لا نقول استخدام في اللغة العربية للكلمات والألفاظ والعبارات والجمل، بل نقول استعمال، لأن الاستعمال للألفاظ والاستخدام للآلة كلاهما موجود في المعجم العربي، لكن لكل منها دلالة. أحيانا نستعمل هذه الأخطاء، نستعمل هذه الكلمات ولا ندري أنها خطأ، أو أنها قد تكون من حضراتكم غلط لكن من المتخصص تكون خطأ. إذن التعدية أيضا مهمة على الكاتب أو الذي يريد أن يكتب في تخصصه اللغة العربية، عليه أن يضع بين يديه أيسر المعجمات
حتى يستطيع معرفة أن هذا الفعل يتعدى بنوع معين أو لا يتعدى، أي لا يحتاج إلى حرف جر. كذلك من أسباب اختيارنا لهذا العنوان هو مسألة الخلط في الضمائر، يعني استعمال الضمائر في غير موضعها. هناك ضمير للمفرد، للمفرد المذكر، للمفرد المؤنث، للمثنى، للجمع بأنواعه. أحيانا يخطأ، قد يكون ليس لديه أساس في دراسة اللغة العربية، لأن كما هو معلوم أن دراسة العربية واتقانها تبدأ منذ الصغر، فإذا تعدى عمر معين مثلا من الصعوبة أن يكتسب أو من الصعوبة أن يتعلم اللغة العربية بأدق تفاصيلها. كذلك هناك غموض المعنى أيضا يؤدي إلى الاختيار الخطأ لبعض الألفاظ. أضف إلى ذلك أو فضلا عن، بالمناسبة نقول فضلا عن ولا نقول إضافة إلى ذلك، هذا هو الصواب. كذلك استعمال العامية أحيانا هو بسبب التطور، سنأتي إلى هذا الموضوع أيضا، بسبب التطور التكنولوجي الحاضر وكذلك مواقع التواصل التي يكون التعامل معها بأيسر الكلمات. أحيانا حتى هذا اليسير يكون غير مفهوم، لكن هو مفهوم فيما بينهم طبعا، لكن هو غير مفهوم وغير ولا صلة له بالعربية، يقلب المهموز إلى ممدود والممدود إلى مهموز والمد والتنوين إلى نون ظاهرة إلى آخره، وهذا خطأ. وأحيانا أيضا كلمات عامية تكتب، وهذا أيضا أبعد العربي نقول يعني للأسف عن عربيته الفصيحة. فضلا عن إهمال علامات الترقيم، هذه علامات الترقيم لا سيما في الكتابة، نحن في النطق نقول يعني يتبين للسامع أننا ننطق علامات الترقيم يعني بالتعبير، يعني مثلا نتعجب، نستفهم، نقف، نعلل إلى آخره. فهذه أيضا علامات الترقيم يحتاجها الكاتب، يحتاجها المتخصص وغير المتخصص. أحيانا تفي بالغرض وتنوب عن كثير من الجمل، جمل الاستفهام مثلا، جمل التعجب، جمل مثلا نقل النصوص سواء كانت قرآنية أو غير قرآنية مثلا إلى آخره. هذه علامات الترقيم مهمة، وكذلك الفواصل المناسبة التي تلازم علامات الترقيم هذه. نأتي الآن إلى مسألة لماذا يكون هناك أسباب في أو الضعف في الإنشاء. بالمناسبة نقول الضعف ولا نقول الضعف، لأن الضعف في الجسد والجسم والضعف في غير ذلك. فأسباب الضعف أيضا في الإنشاء في الكتابة ممكن لدى الطلاب، ممكن لدى طلاب بأنواعهم طبعا، سواء كانوا في المدارس في الإعدادية أو في الجامعات، تخصص أو غير تخصص، هذا هناك كثير من العوائق التي تعيق أمام هذا التقدم في مسألة كتابة الإنشاء. وذلك لأن تعلم اللغة العربية غير مرتبط بتعليمها، يعني أحيانا يرغب الشخص بدراسة اللغة العربية لكنه يجد قوالب جامدة يدرسها في الدراسة، سواء كانت الدراسة الأولية أو الدراسة العليا، يجد قوالب جامدة ولا يجد ما يروم إليه أو ما يرغب في دراسته، هذا هو أحد هذه الأسباب. كذلك عدم ارتباط تعلم اللغة العربية بمصادرها الرئيسة، يعني أحيانا التدريسي أو المعلم يدرس بالاعتماد على كتب مثلا قليلة الاستشهاد بالقرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو المأثور عن علمائنا، عن حكمائنا، لديهم فصاحة بل فصحى بدءا من القرآن الكريم، تلك اللغة الفصحى المعجزة، ثم نزولا بالحديث النبوي الشريف إلى آخره. نحن لدينا 3 قرون يعتد بها في الاستشهاد باللغة العربية، ولم يضف إليها أي شيء جديد بعد ذلك سوى توسعة لمختصر أو اختصار لموسع أو تفصيل مثلا مثل ألفية ابن مالك لأبيات شعرية جمعت القواعد،
قواعد اللغة العربية وهكذا. فلا يوجد أي شيء جديد سوى التطور في الدراسات الصوتية بسبب التطور التكنولوجي طبعا لبيان الموقع الصحيح لمخارج الأصوات، وبالتالي النظر في صفة كل حرف، وهذه الصفات حينما تلتقي في كلمة أو في جملة أو في سياق تؤدي إلى معنى معين. وهذا هو فيها دراسات كثيرة جدا، دراسة القرآن الكريم، دراسة صوتية، ومعرفة ما فيها من مقاطع. فهذا لا نقول أن الإنشاء أو أن القدرة على كتابة الجملة كتابة صحيحة هي بعيدة عن الصوت والصرف والدلالة والمعنى، بالعكس هي مستويات مترابطة لا يمكن أن نفصل بينها. فالمعنى في الجملة هو المعنى القوي في الجملة هو سببه ما استعمل من ألفاظ قوية ومن أصوات قوية ومن مقاطع قوية، وعلى العكس تماما. أبسط مثال أفتح لكم فيه القدرة على معرفة كيف نعرف أن هذه الآية قوية ذات معنى قوي، أراد الله سبحانه وتعالى إثبات شيء أو أراد أن يبين رحمته ومغفرته. أبسط مثال ممكن المقارنة ما بين الفاتحة وما بين الإخلاص، حينما نقول قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، كل المقاطع الصوتية في هذه الجملة هي مغلقة. يعني ما معنى مغلقة؟ يقف، حالة الوقف مغلقة، قطع النفس أصعب من المرور في الصوت حينما ننطق. فلماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد إثبات وحدانيته، بينما لو ذكرنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كانت الكلمات سلسة، سهلة، عطرة، رقيقة. أيضا هي رقيقة، أيضا هي عطرة في الإخلاص لكنها قوية. الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص أراد أن يثبت شيء، وفي سورة الفاتحة أراد أن يثبت شيئا آخر. فعلينا الانتباه إلى استعمال اللفظة المعينة في الكلمة. أحيانا اللفظة توضع في موضع لا نحتاج إلى قوة، وعلى العكس تماما أيضا يحدث. فهذا ما يحتاج إليه الكاتب كي يستطيع أن يضع الكلمة في مكانها ويؤدي المعنى المرغوب فيه أو المراد. كذلك من أسباب الضعف اللجوء إلى تعلم اللغات الأخرى على حساب العربية. هناك سامحني كثير، نعم. دكتور، الشريحة الثالثة لو نعم. مرت إلى الشريحة الثانية. نعم، أي دكتور، يعني هي عنوانات وأسباب تقريبا الشرح، أنا أسترسل يعني بالشرح يعني. نعم. حينما أصل إلى القوالب والأخطاء سأقلب به الشرائح إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. الكلام واضح إن شاء الله؟ هل فيه صعوبة؟ اللجوء أيضا إلى تعلم اللغات الأخرى، هناك موجة قوية إلى تعلم غير اللغة العربية للأسف، أدت إلى الضعف. أحيانا أصوات اللغات الأخرى تختلف عن أصوات وعن طبيعة أصوات اللغة العربية، هذا ما يؤثر أيضا. كذلك عدم تشجيع القراءة الحرة، يعني الطالب يقضي تقريبا أكثر من يعني من 10 سنوات أو أكثر من ذلك في قراءة الكتب من دون التشجيع إلى قراءة القصص، إلا يعني لا نقول ما ندر، لا، لكن الأغلب أنه يكون الطالب يدرس المادة العلمية الموجودة في كتبه المقرة في مدارس في مدرسته أو في جامعته، فتكون هناك عدم تحصيل ثروة لغوية تساعده على التعبير، لذلك تكون هناك لديه ضعف في الإنشاء. كذلك الاستعانة بنظريات التعلم للغات من دون أن تطور من أسباب الضعف في الإنشاء، أنه نعلم بنظريات وكلمات مثلا قوية بنظريات التعلم، لكن من دون أن تطور أو تطبق بحسب خصائص اللغة العربية، ولكل لغة خصائص. كذلك قلنا قبل قليل تفشي العامية، كذلك الضعف في الاستماع
إلى الكلم اللي مثلا إلى القرآن الكريم، فضلا عن التطور الحاصل ذكرناه، وفي مواقع التواصل، ولأن اللغة العربية نقول لغة الوحي الذي عم برسالته البشرية، وإنما جاءت رسالة بالقواعد الحضارية لبناء الفرد والمجتمع والدولة شاملة لمصالح البشر جميعهم. فالعربية وعاء الوحي، ولولا قدرة العربية على استيعاب حاجات البشر لما صلحت أن تكون وعاءً للوحي. هنا ننتقل إلى المهارات التي يحتاج إليها الكاتب في اللغة العربية أو الناطق في اللغة العربية. يحتاج إلى إعادة التدقيق أكثر من مرة، فالأولى تدقيق الجزء ثم السياق والعلاقة بينهما. ما معنى الجزء؟ الجزء هنا يقصد به الكلمة، ثم بعد ذلك السياق أي التركيب أو الجملة، والعلاقة بين الجمل اللي هي التراكيب والعبارات التي تضم النص الواحد. يعني ندقق تدقيق جزئي ثم بعد ذلك كلي حتى نصل إلى ما نرغب إيصاله إلى المقابل. كذلك على الكاتب أو على الناطق باللغة العربية معرفة قواعد اللغة، لا نقول قواعد اللغة كلها، بل معرفة الأساس أو الأسس أو المبادئ الأساسية في قواعد اللغة العربية. والمعروف أن القواعد مثلا الكلمات لدينا تكون على مثلا اسم وفعل وحرف، ثم بعد ذلك ثم الأفعال وأنواعها، والأفعال تقسم بحسب الأبنية، بحسب التجرد والزيادة، وكذلك بحسب الاعتلال والصحة. هذه هي المبادئ الأساسية حتى حينما يواجه الكاتب باللغة العربية يواجه عامل معين في جملة، يعرف أن هذا الداخل عليه هو اسم يتغير فيه كذا إن كان مثنى، يتغير فيه العلامة الإعراب الفرعية، وقبل ذلك أيضا عليه أن يعرف علامات الإعراب الأصلية الأربعة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علامات الإعراب الفرعية وكل موضع، والمعرب والمبني. ما معنى المعرب؟ ما معنى المبني؟ لا ندخل بالتفاصيل ولا ندخل بالخلافات، لأن هذه الخلافات لا تكون في الدرج أو السلم الأول للمتعلم، لا، خطوات لاحقة لمن يريد أن يكون التخصص الدقيق له هو التبحر في اللغة العربية وعلومها الدقيقة. فأيضا مهمة معرفة قواعد اللغة. مراعاة التوسع في الأساليب الجائزة من الكلام. ذكروا الأساتذة يوم أمس وقبلها ظواهر لغوية، ترادف، وكذلك المشترك اللفظي. عليه أن يعرف أن العربية دقيقة، وضعت لأدق المعاني كلمات. يعني ممكن يتغير حرف يتغير معنى، تتغير حركة يتغير معنى. لذلك على الكاتب، ممكن هذا الكلام نطلبه من المتخصص الدقيق، يعني الاختصاص الدقيق، نقول عليك أن تتوسع، مثلا لا تقول أتى قل جاء ولكل منهما دلالة، وهناك كلمات كثيرة هي بالعموم الدلالة المحورية، الدلالة المركزية لها هي واحدة، لكن حينما تأتي مثلا في سياق معين هي تؤدي معنى. كذلك حروف الجر إذا وضعت في سياق معين وتغيرت أيضا تؤدي معنى. فلكل حرف قاعدة في العربية تقول لكل حرف جر معنى ويتغير بحسب السياق. يعني لكل حرف جر معنى وضع من أجله لكن ممكن يتغير. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هرة، في لدينا في العربية ظرفية، لكن هنا جاءت سببية، أراد أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الكلام فصيح مؤثر، فاستعمل في حرف الجر للسببية ولم يستعمل هذا الظرفية.
كثير كثير من حروف الجر. نحن حروف الجر أكثر من 20 حرف، لكن الشائع والمستعمل منها هو 10 أحرف. هذه الأحرف فيها أيضا لكل حرف معنى على الكاتب باللغة العربية أن يراجع هذه المعلومات كي يكون دقيقا في استعماله. يعني مثلا هذا الفعل، مثلا نقول في تعدية الأفعال أجاب عن، ولا خطأ نقول أجاب عن، على عفوا نقول أجاب عن، وهكذا. فمعرفة هذه الحروف وعلاقة هذه الحروف أيضا بالأفعال أي أيضا يحتاجها الكاتب. العلم بفنون البلاغة، من يريد أن يؤثر في المقابل، نحن نعرف أن هناك أكثر من نوع للكتابة وكذلك للنطق، ممكن استعمال أو نطق مفهوم أو مفهوم للمقابل. ممكن أنا أؤشر بيدي وأقول السلام عليكم ولا أنطق السلام، هذا يسمى تعبير مفهم أو كلام مفهم. لكن هناك كلام سليم وهو الواضح اللي هو الاعتيادي، يعني الذي يستعمل في الدوائر، يحتاج إلى أن يكون سليما خالي من الأخطاء، وبالمقابل يكون واضح للمقابل. لكن من يحتاج إلى العلم بفنون البلاغة هذا هو الكاتب والأديب والقاص والراوي والشاعر، كلام الله سبحانه وتعالى، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله هو يحتاج إلى أن تكون هناك، لأن الكلام البليغ المؤثر في المقابل يحتاج إلى المعرفة بعلم البيان وعلم البديع وكل ما يتصل بهذه العلوم من طباق وجناس وتشبيه واستعارة إلى آخره. وهذا كله وأثره في سياق الجملة المستعمل فيها هذا المعنى البلاغي أو الظاهرة البلاغية. فعلينا الانتباه أيضا، أو على الأقل يكون لدينا معرفة بمبادئ أساسية لعلم البلاغة وما يتصل به. الثقافة وسعة الاطلاع، طبعا يعني من الأول الابتدائي يراعى للطالب أن يكون يطلع على، يعني يقرأ، هو الاطلاع قراءة، الذي يكون متمكن من عربيته يكون قد قرأ كثيرا وعلى ثقافات لا يختص بقراءة مثلا كتب اللغة العربية، لا، يطلع إلى قصة، إلى رواية، إلى شعر، بحسب اتجاه كل شخص حتى يصل إلى التخصص الدقيق. كذلك لدينا معرفة القصد من النص، نحن نحدد ما نريد ثم نختار الكلمات التي تلائم هذا القصد. ضروري جدا ألا نكون نقول كالتائه مثلا، لا يعرف ما الذي يريد وبالتالي لا يعرف ما الذي سيكتب، فهذا هو معنى معرفة القصد من النص. هناك كلمة للأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي في توجيه الناقد، أي ناقد؟ نحن هنا نتكلم عن الناقد اللغوي، هناك ناقد بلاغي، هناك ناقد ينقد الشعر، هناك من ينقد، كل بحسب تخصصه الدقيق باللغة العربية أو باللغة أو بالفروع الأخرى من العلوم الإنسانية أو غير الإنسانية. لا يحسن بالناقد أن يقتصر في التخطئة والتصويب على اعتماد نصوص المعجمات، بل ينبغي أن يأخذ بنصيب مما جاء في كتب اللغة والتفسير والأدب، وحظ مما جاء في دواوين الشعر وصحف الرسائل ومصنفات القوم، إذ لا وجه لجمود المعنى في اللفظ كما يبدو ذلك حينا في كثير من النصوص المعجمية. ومن ثم كان تعويل كثير من المحدثين على ظاهر النص والاستغناء به عمن سواه مخالفا لأصول ارتقاء اللغة وتحول معانيها وتدرج دلالاتها واختلاف طرائق تعبيرها بتحول العصور وتعاقب الأجيال. هذا المفاد، هذا الكلام، مفاد هذا النص أن الناقد في اللغة العربية لا يعتمد فقط النقد اللي نقول عنه الصرف العلمي، الصرف بأن يأخذ الكلمة من المعجم ويقول قل كذا ولا تقل كذا. يجب أن يكون هذا النقد العلمي الصرف مرتبط بدليل
من اللغة العربية، شاهد قرآني، حديث نبوي شريف، قول لحكيم، قول لأي شخصية تتصف قول لعالم لغوي. يعني حينما نقول قال سيبويه انتهى، حينما نقول قال الخليل رحمه الله هو وسيبويه خلص انتهى. هذا هو الكلام، هم أهل للعربية، هم على أيديهم أثبتوا وجمعوا العربية من الأعراب الأقحاح في الصحراء، ولم يجمعوها من الحضر والمدن، يعني في مركز المدن فقط في الصحراء، حتى أثبتوا عن العلماء ما استعمل من العربية وأهملوا ما لم يستعمل، وخصصوا القبائل أيضا التي تؤخذ منها. فهذا كلامهم وفير، موجود في المعجمات، موجود في الكتب، في مؤلفاتهم، حتى في مخطوطاتهم موجود. فعلينا حينما ننقد نقول قل كذا ولا تقل كذا لأنه كذا. يعني حينما أقول كلما لا تتكرر في الجملة العربية في صياغ جملة واحدة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها، لم يقل كلما دخل كلما وجد، لأن كلما في أصل وضعه أو في أصل وضعها في اللغة العربية ظرف يفيد التكرار، ولا يحتاج أو ولا تحتاج جملة إلى إعادة ذكره مرة أخرى. هذا نقصد به التكرار. فإذا هذا هي نصيحة الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوي في توجيه الناقد. نأتي الآن إلى الضعف في إنشاء الجملة. ذكرنا قبل قليل كل هذه مزاحمة العامية، ذكرناها اللغات الأجنبية والهروع إلى دراستها أكثر من اللغة العربية وتعلمها، مشكلة المناهج لدينا، مشكلة أنه يذهب لدراسة العربية بشغف لكنه يصدم بقوالب جامدة لا حياة فيها. ممكن يكون التدريسي يعطي الحياة، وممكن لا يكون جامدا ككتابه للأسف. كذلك إغفال أهمية أو يعني التأكيد على أهمية الجملة العربية ودلالتها ومعانيها وكيف تؤثر. يعني نقول أن الكلمة تؤثر لأنها تنطلق من اللسان ولا تعود، يعني تنطلق للمقابل وترسخ في ذهن المقابل ولا تعود. نقول أنها كالسيف، يعني أو كالسهم، عندما تخرج لا تعود. فهذا أيضا علينا الانتباه إلى ذلك. كذلك هنا لدينا يعني الدراسات أو بعض أسباب الضعف في إنشاء الجملة، أنها يعني دراسة اللغة العربية محصورة بالدين. هو يريد أن يدرس العربية ليكون متبحرا في الدين، فيكون هدفه واحد، لا الهدف في تعلم العربية والغوص في دقائقها. هو بالعكس، المفروض حينما يدخل في التخصص الدقيق أو يدخل في الجزيئات الدقيقة باللغة العربية وبفروع اللغة العربية، أدب، نثر، نحو، صرف، بلاغة، صوت، دلالة، معنى، الدلالة بأنواعها طبعا، دلالة اجتماعية، دلالة سياقية، دلالة صرفية، دلالة نحوية، دلالة صوتية، حتى الظواهر لديها دلالة. يعني حتى الظاهرة المعينة، الإدغام، الغنة، الإمام، الروم، الإشمام إلى آخره، كثير لها. لو كان قصده أولا يتبحر في العربية لتبحر في الدين أكثر من تبحره في العربية، لأن المتمكن من العربية متمكن من قراءة القرآن وفهم القرآن وفهم الحديث النبوي الشريف، لأنه يعرف أن كل كلمة موضوعة في موضعها، وكل حرف في موضعه، وكل صوت وصفة في موضعها أيضا. هذا هو العلم في قممه، يعني حينما يكون هو دراسة العربية لا دراسة شيء آخر. كذلك من الأسباب
ذكرناه أكثر من مرة، العزل الأكاديمي يعني هو يدرس خلص اللغة العربية، يأخذ قوالب، يأخذ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ولا تكون له حرية التوسع في غيرها، لأنه محكوم مثلا بمدة زمنية، بامتحانات، باختبارات. بالمناسبة لا نقول امتحان، لأن الامتحان مأخوذ من المحنة، نقول الاختبار أفضل. كذلك غياب منهج التقويم، نحن نضع المناهج لكن للأسف أحيانا لا نخضعها إلى التقويم المستمر والتحديث المستمر، وهذا لجأت بقى يعني لدينا في العراق، يعني لجأت إليه وزارة التربية، عملنا في وزارة التربية على تطوير المناهج، يعني أدخلنا المنهج التكاملي وصححنا على هذا المنهج التكاملي، أيضا صارت أصبحت فيه أخطاء وصححنا أنه لا ندرس القاعدة، قاعدة الفعل مثلا المضارع مرفوع والفعل الماضي مبني والفاعل هو كذا وكذا، لا ندخل هذه القواعد من خلال نص ندرسه من جميع جوانبه، ثم بعد ذلك ندخل إلى القاعدة. هذا هو المنهج التكاملي، الحمد لله نوعا ما يعني فيه فائدة، لكن للأسف نحتاج إلى جيل كامل متعلم بالمنهج التكاملي حتى يستطيع إيصال الفكرة للمتعلم. لدينا هذه المشكلة للأسف. الفقر في المفردات هو نفسه قلة الثروة اللغوية، وسائل التواصل أيضا ذكرناها، تطور الحياة المادية أحيانا يكون الهدف من التعلم العربية مادي يعني عفوا لكسب، هو ليس لي أنه يكون متبحر في العربية ويخدم اللغة العربية ويكون من الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة القرآن الكريم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا من مظاهر الضعف في إنشاء الجملة إهمال التراكيب والمفردات، يعني ما يعني لا يكون يستعمل كل المفردات وكل التراكيب، يختصر على أو يقتصر عفوا على جمل معينة ثابتة لا يغيرها فيكون مقيد بها، لا يستطيع أن يخرج من دائرتها. كذلك الاضطراب في تنظيم الأفكار، قلنا قبل قليل معرفة النص قبل أن نختار له الكلمات. كذلك الضعف في الربط بين الجمل، قلنا أحيانا نحتاج علامات الترقيم لنربط، أحيانا نحتاج إلى الروابط المعروفة وأيضا وهي أيضا القرائن ومستعملة في اللغة العربية. للأسف قلة الثقافة في هذه الروابط هي التي جعلتها سببا من أسباب الضعف في إنشاء الجملة. كذلك ضعف ملكة الاستحضار، ما معنى ملكة الاستحضار؟ هي يعني أن المتكلم ليس لديه القدرة الكافية على استحضار أكبر قدر ممكن من الألفاظ حتى يوظف هذه الأفكار في رسالته أو في روايته، في قصته، في أي جملة يريد أن يذكرها أو في أي كتاب. الأخطاء أيضا التي تفسد المعنى، لدينا كثير من الأخطاء، كثير من الناس تقول صادق على كذا وهي الصواب، وافق أو أقر هذا الشيء، وإلا صادق هو الفعل الماضي المزيد بالألف التي تفيد المشاركة والمصاحبة، ونحن لا نريد المشاركة والمصاحبة بهذا المعنى، هذا أفسد المعنى أيضا. كثير من الجمل أيضا فيها يعني أخطاء شائعة في استعمالها، سواء كان استعمال حرف أو استعمال فعل أو استعمال كلمة أو استعمال حتى جملة كاملة، أيضا تؤدي إلى الضعف. ضعف الثقة والتردد في الكتابة، هناك نقول عنه أنه سببه عدم التمكن من عربيته حتى يبدأ، نقول ليس لديه ثقة إبداعية، فيحتاج أيضا أن يجرب ويخطأ، ومن أخطائه يتعلم ويكسب ثروة لغوية أخرى. قلنا في بداية المحاضرة يضع أبسط وأيسر المعجمات تحت يده، فيجد كثير كثير من الأفعال الدالة أحيانا على معنى واحد لكن بتغييرات بسيطة تؤدي إلى تغيير في الدلالة، فكل تغيير في مبنى الكلمة يتابعه تغيير في معناها. نأتي الآن إلى الأخطاء
الشائع. ما معنى الخطأ الشائع؟ هو ما خرج عن الحدود المرسومة، كثر استعماله بحيث أصبح يشكل ظاهرة في الوسط اللغوي. ماذا يقول ابن جني المتوفى 395 على الأكثر أو 92؟ أخلط بينهما، بينه وبين ابن فارس دائما. ابن جني أو ابن جني كما قيل في بعض الروايات أنه ابن جني بالتخفيف وليس بالتثقيل، يقول اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا هذه الأقوام عبرت عن غرضها لا سامح الله بالخطأ، كان هذا عرفا اجتماعيا خطأ وسائد لا يمكن أن يصوب، لأن الواحد ينقل إلى 10 والعشرة ينقل إلى 100، وحتى تصبح عادة اجتماعية أو لغة يعني مستعملة لا يمكن، لأنهم يقولون للأسف الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور. الأخطاء في الإعراب، لو عدنا إلى كلمة الإعراب وما معنى كلمة الإعراب، في أصلها الإبانة والإفصاح، والخطأ فيها أو الخطأ في علامات الإعراب يعني أنك لا تفصح ولا تبين ما تريد أن تصل إليه في كتابتك أو في جملتك أو في نطقك. فإذا الإعراب لغة الإبانة عن الشيء، أعرب فلان أي تكلم في تعريف آخر في المعجمات، أعرب فلان أي تكلم بالعربية. والإعراب الإفصاح، أعربت عن الشيء أفصحته. أما في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، قد تكون نواصب وجوازم، قد تكون نواسخ بأنواعها. طبعا النواسخ لمن لا يعرف ما معنى الناسخ هو إن وأخواته وكان وأخواته وظن وأخواته وأفعال المقاربة والرجل، كل هذه تدخل على الجمل فتغير في دلالتها وتغير في إعرابها أيضا. فهذا التغيير بسبب هذه العوامل الداخلة عليها، قد تكون هذه العوامل لفظا أو تقديرا، وفائدته الدلالة على المعنى الحادث. حينما نقول لن فهو ينفي، حينما نقول لم أيضا أن ينفي، لكن يحول هذا النفي إلى من مضارع إلى من زمن المضارع إلى زمن الماضي. فعلينا أن نعرف أن هذه التغييرات بحسب العوامل اللفظية أو التقديرية يحتاج إليها الكاتب في بدايات تعلمه للغة العربية. هذه من ضروريات تعلم العربية، أن يعرف ما معنى الإعراب، المعربات في الجملة أو في العربية ما هي، المبنيات ما هي، ما الفرق بين المبني والمعرب، المعرب ما تغير والمبني ما ثبت، المعربات الأسماء ويدخل معها المضارع لأنه ضارع الاسم من مضارعة الشاه لولدها. فهذا هو يعني معنى أو معرفة الإعراب أساس. فالخطأ في الإعراب يؤدي إلى خطأ في إيصال الفكرة، أحيانا يوضع الفاعل مكان المفعول والمفعول مكان الفاعل، وهذا يؤدي إلى خلل في بنيتها الصوتية فضلا عن بنيتها التركيبية. لأن بعض العلماء سألوا قالوا لماذا لا نقول أن الفاعل مرفوع ومنصوب عفوا والمفعول به منصوب، لما لا نقلب القاعدة؟ فأجابهم قطرب رحمه الله، قال لهم لو قلنا وضعت الضمة للفاعل لأنه واحد في الجملة، ووضعت الفتحة للمفاعيل لأنها كثيرة في الجملة حتى لا يكثر في الكلام ما يستثقل، هكذا ويكون الكثير هو المستخف. ووضعت بعد ذلك الكسرة على الرغم من أنها هي ثقيلة، خلاف طبعا في قوتها وثقلها مع الضمة، فوضعت للمجرورات. فعلينا أيضا أن ننتبه إلى هذه المسألة، مسألة الإعراب. كل جزء من الجملة له إعراب محدد لا يتغير، يتقدم يتأخر نعم،
يرتبط بشيء فيكون كالجملة الواحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. لو أخر الله سبحانه وتعالى لقال نعبدك ونستعينك، ونحن نريد أن نخصص العبادة أولا الله ثم العبادة، فكان كلاما معجزا في هذه الآية القرآنية. الإعراب ركن في الجملة العربية؟ نعم، ركن أساس في الجملة العربية. أفضل طبعا أقول ركن أساس ولا أقول ركن أساسي، هكذا وجدته في بعض التصويبات اللغوية واقتنعت في تصويبها. كذلك الإعراب دليل الموقعية. نعم، ما معنى الموقعية؟ هنا استعملنا كلمة الموقعية وهي في العربية عند العلماء السابقين الرتبة، الرتبة في الجملة، يعني رتبة الفاعل هكذا، رتبة المفعول هكذا، رتبة الضمير هكذا، رتبة حرف الاستفهام هكذا، اسم الاستفهام هكذا، وغير غيرها من الألفاظ الخاصة بقواعد اللغة العربية. ننتقل الآن إلى يعني بعض التطبيقات. ممكن من الذي يريد أن يسأل؟ حاضر حاضرة، قبل أن نبدأ بعرض بعض التطبيقات، إن كان لدى الحاضرين أي استفسار، أي غموض، أي كلام مني غامض لم يفهمه المقابل، أنا حاضرة لتفسيره. فهل هناك من سائل؟ نعم دكتورة، نعم أعتقد يعني قبل فترة كان حساب أستاذ مندي. مندي فهمي. نعم نعم تفضل تفضل، أستاذ مندي. بيبقى نعم عندي المايك. نعم أنا مش أستاذ، أنا مندي بس. مندي، نعم دكتورة شكرا شكرا جزيلا يا دكتورة. أنت تحدثتي عن الانعزال الأكاديمي، نعم يعني انا فهمته انه بندرس حاجه كتاب في الدراسه وبعد كده بنترك دراسه اللغه، فتنصحينا بايه علشان ما يحصلش ده؟ نحن لدينا فكرة في الجامعة العراقية أن مثلا نختار من المرحلة الثالثة في الدراسة الجامعية بعض الطالبات المتفوقات اللي يندرجن في المدارس كي يلاحظوا الفرق ما بين التدريس في المدارس وما بين الدراسة الأكاديمية والقوالب الجامدة التي تدرس في ابن عقيل، في المهذب في الصرف، في كتاب البلاغة والتطبيق لأحمد مطلوب رحمه الله إلى آخره. فكانت هذه الفكرة مع فكرة، نحن لدينا هذه أيضا، هاي الفكرة أنه كتاب مطالبة الطالبات بكتابة، قد لا نقول ما يحلو لهن، لا يعني في كتابة ما يفهمنه من كل يعني مادة. يعني الآن أنا حينما أدرس طلبة الدراسات العليا الماجستير أقول لهم ماذا فهمتم من المحاضرة، ماذا فهمتم من الظاهرة اللغوية المعينة، اكتبوا لي أريدها في مقالة. يعني أنتم في قابل الأيام ستكتبون مثلا يعني كتابات مطولة، مو امتحان ورقة، العفو ورقة اختبار، ورقة ورقتين أو صفحة وصفحتين وتنتهي القضية. لا، أنتم راح تحتاجون أنه تكتبون رسالة، تكتبون أطروحة، فعليكم أن توظفوا ما أقوله لكم وتوسعوا. كيف؟ ما أقوله لكم، ما أذكره من كتب، ما أؤشر عليه في المحاضرة، أنه مثلا مهم تذهب تفصل فيه في بمراجعة كتب أخرى غير هذه الكتب. فيعني ما يكون فقط أنه حتى الأكاديمي في التدريس، حتى التدريسي للأسف هناك أساتذة على يعني على قالب، يعني واضعين نفسهم على قالب ما يريدون يطوروها. يعني مثلا سين من الناس يدرس النحو يقول لا أريد تخصص الصرف. لا، أنا حينما ذهبت إلى الكلية في أول سنة لي في عام 2019 بعد ما انتقلت من وزارة التربية، درست النحو وتخصصي صوت وصرف ومعجم. فلذلك يعني خضت هذا المجال، وأنا لم أدرس ابن عقيل البتة.
لكن جبرت نفسي أنه يجب أن أكون متمكنة في كل مستويات العربية حتى يكون أكاديمي على قدر هذه الكلمة، وليس أكاديمي صاحب قوالب جامدة لا يتعداها، وإن سئل يحرج من الطلاب، أحيانا طالب أذكى من التدريسي للأسف. فممكن تكون هذه المعالجة. آسفة للإطالة. نعم دكتورة، شكرا جزيلا على التوضيح. حياك الله. نعم بارك الله فيك. أعتقد أني نأخذ المداخلات في نهاية المحاضرة أم الآن ترغبين؟ إذا ما عندنا أي إشكالية، يعني إذا هناك من يرفع يده أنا حاضرة، لا إذا لم يكن هناك أسترسل. نعم دكتورة حساب، أعتقد أستاذ هو في نعم نعم ممكن طريقة للتواصل معك، نعم هل ممكن إيميل أو أي طريقة للتواصل معاكي أنا علشان على الفيس، على الفيس دال نقطة لمياء الشمري، هدور؟ شكرا شكرا مشكورة. موجودة على وأيضا ممكن يعني عن طريق يعني عن طريق الأساتذة اللي موجودين أعطيكم الإيميل، وممكن أعطيكم رقم، ما عندي أي مشكلة، يعني هاتفي مفتوح للجميع إن شاء الله. نعم دكتورة بارك الله فيك. سؤال للأستاذ نعم أعتقد حساب بي سي، تفضل. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله، تحية وبركاته. خالصة لكم قائمين على منصة أريد في حياكم هذه الله. الأمسية الرائعة، وتحية للأستاذة لمياء على هذه المقدمة الرائعة في التصويب وفي توجيه المتكلمين والكتاب نحو الصواب. نعم لكن دكتور. فقط أريد أن أستفسر عن نقطتين سريعا. النقطة الأولى فيما يخص، قلت نعم. لا يصلح التصويب بقل ولا تقل، لا لا يعني لم أقل لا يسمح، لم أقل لا يسمح. أكمل وبعد ذلك أعطيك الكلمة حتى أربح شيء من الوقت. نعم نعم معذرة معذرة. على راحتك. إذا فقط أنا سمعت بأن قل ولا تقل ربما منهج ليس كافيا أو ليس يعني مفيدا، هذه فقط أريد توضيحا أستوضح نعم فيها. النقطة نعم الثانية هي المناهج، هل ترين بأن المناهج العربية اليوم التي توضع للتدريس خاصة نحن في الجامعة نعاني من بعض من الضعف، نعم خاصة من الغزو هذا ومن اللغة، هذه اللغة التي يعني اللغة الآن العولمة أصبحت تؤثر على العربية حتى كأنه يكاد لها. نعم وشكرا، أتمنى لك التوفيق، بارك الله فيك. حياكم الله. العفو دكتور، بالنسبة أو أستاذنا الفاضل، بالنسبة لمنهج قل ولا تقل، بالعكس هو منهج قام عليه أساتذتنا، منهم الدكتور مصطفى جواد رحمه الله، وله برنامج في ذلك كان يذاع. لكن هذا المنهج لا أقول غير وافي، أقول غير يعني كافي، إذا ما كان مرتبطا بدليل. يعني أحيانا المتعلم اللي يريد يكون مثلا تكون رسالته سليمة خالية من الأخطاء، ماذا يقول؟ يقول أنا أقول أكتب يحتاجوه ولا أقول يحتاج إليه، أو بالعكس، وخلص ما يبين السبب أو العلة أو الدليل على استعمال. لأن القاعدة تقول الفعل يحتاج، هو الفعل يحتاج احتاج بتفاصيله بتصاريفه كافة، يحتاج إلى حرف جر إلى، لماذا؟ وموجودة الشواهد من سواء في القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف. فيجب أن يعضد تعضد عبارة قل كذا ولا تقل كذا بنصوص من القرآن الكريم، الحديث النبوي الشريف، الكلام المأثور من نثر أو شعر، حتى نوثق هذه القاعدة، حتى منها تكون له ثروة لغوية، ومنها يعضد السبب، ومنها لا ينسى. لا ينسى واضح نهائيا، واضح لا بارك ينسى. الله فيك، واضح 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 بارك الله فيك. المناهج الله يحفظكم، المناهج لا، أنا لدي نقاط على هذه المناهج. أحيانا التدريسي يلجأ إلى وضع هذا المنهج اللي هو مفصل
ممكن يكون المنهج سليم التدريسي لضيق الوقت، لوجود كذا، لوجود كذا، واجهنا لاس يعني الله لا يرجع تلك الأيام بالنسبة لفيروس كورونا إلى آخره. اختصر جعل ابن عقيل بمخطط. أنا أحتاج إلى المخطط صحيح، لكن هذا المخطط أحتاج بعد أن أفصل القول في المسألة. أنت تعد طالب ممكن يكون طالب دراسات عليا، هو أولية ممكن يكون طالب دراسات عليا، فممكن تكون المناهج قاصرة وممكن مقصرة عفوا، أو يعني هي مو سببها هي قاصرة، لأن إذا قلنا قاصرة اسم فاعل هي اللي تكون، لا اللي واضح عفوا واضعوا المناهج هم الذين قصروا، لا ممكن يكون المنهج وافي لكن التدريسي ما يعطي حقه، فلا نلقي اللوم على المنهج فقط، ممكن نلقي اللوم على المنهج، على الوضع، على التطور، على رأي حضرتك العولمة وما أو أثرها، استعمال الألفاظ الخفيفة السهلة والابتعاد عن قوالب اللغة العربية الفصيحة اللي تبقينا. يعني القرآن الكريم لماذا هو الكتاب المقدس الوحيد الباقي؟ الكل اندثر وذهب بذهاب أهله، صح لو مو صح؟ فيعني احنا أحسنت حينما أستاذة نعتمد فاطمة، على القرآن الكريم نكون نحن أحسنت جزاك الله خير، جزاك حياكم الله الله. نعم نسترسل إن شاء الله ست صفاء نعم أستاذة صفاء. دكتورة تفضلي. بالمناسبة ست خطأ أستاذة، آسفة جدا. الخطأ في اسم إن وأخواتها إذا كان خبرها شبه جملة تقدم على اسمها، هذه من المبادئ الأساسية أيضا يجب على المتعلم. أفضل أن تكون المعرفة بالألفاظ التي تحتاج إلى تغيير في الصورة، يعني مثلا هنا نقول إن ثمة فارق ظاهر، هنا ثمة ظرف، يجب أن يكون هو الخبر، هنا الخطأ فيها، هنا ما يوضح عندي، صحيح مكتوبة صحيح مكتوبة أنها مفردة، لكن يجب أن يتعلم أولا الأخطاء في الكلمات التي تتغير صورتها، كيف الألفاظ المفردة المثنى الجمع بأنواع الأفعال اللي تتعرض إلى الجزم، عوامل الجزم، هاي اللي نتعلمها. يعني هنا أحيانا يقول لك المقابل أنا لا أضع الحركات، لا سيما في الكتب الرسمية، لا سيما في الاسترسال في الرسائل، وهم غير متخصصين في اللغة العربية. صححت مئات أقول الرسائل الجامعية تصويبا لغويا، وجدتهم على هدى أنه من دقق، يعني لا تدقق، لا نحتاج نحن تخصص تاريخ او جغرافيا او غيرها، وما ننتبه انه احنا وضعنا الياء مكان الالف والالف مكان الياء والواو مكان الياء، وهذا خطأ. فهنا مثلا ان ثمة فارق وصوابه فارقا، لان فارق هي اسم انا، واظن يعني الاساتذه الكرام ذكروا بعض من هذه الملحوظات، فعلينا الانتباه الى ان النواسخ التي تدخل على الجمله الاسميه منها نواسخ فعليه ومنها نواسخ حرفيه. كان واخواته وان واخواته، كانت ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وعلى العكس تماما ان، وكذلك بقيه النواسخ علينا معرفتها لا سيما اذا دخلت على جمله فيها المبتدأ والخبر هو ليس مفردا بل غير مفرد يحتاج إلى تغيير، وكذلك إذا كان هناك تقدم في الخبر نحتاج إلى أن نبين أن الاسم إذا كان مع كان مرفوع ومع إن منصوب. علة الخطأ الغفلة عن الموقعية وما يناسبها من علامة إعراب. موقع ثمة هنا تأتي خبر إن والخبر مرفوع، وفارق هنا يجب أن تكون فارقا. أو الغفلة عن القيمة النحوية، هي الغفلة عن الموقعية هي نفسها القيمة النحوية لشبه الجملة ثمة التي لا تكون هنا إلا خبر، يعني في محل رفع خبر. كذلك كان هناك رأيا ثالثا، كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هناك شبه جملة والعفو يعني جاءت في موقع أنه تكون
رأيا ثالثا يجب أن تكون مرفوعة خبر لي كان. كان في الاجتماع أمورا غير واضحة، أو كانت في الاجتماع المفروض أمورا غير واضحة. أيضا هنا في الاجتماع شبه الجملة من الجاري والمجرور، هو في محل نصب خبر لكان، فيجب أن تكون أمور هذه الكلمة هي في محل رفع. نأتي الآن إلى التلفيق بين الخطأ والصواب. كان خلفهم حائطا وبستان كبير، كان وراءهم ملك، موجودة في القرآن الكريم، وهنا أيضا على السابق اللي ذكرناه قبل قليل. علينا الانتباه أيضا إلى كلمة خلف، حينما نستعملها هي ظرف مكان، لا تأتي هنا اسم كان بل تأتي في محل رفع خبر، وحائط يجب أن يكون مرفوع على أنه اسم كان. ومن مواضع الخطأ أيضا سوء تقدير الإعراب أو لعلامة الإعراب. هنا ركزت عليه قبل قليل أنه إذا كان المبتدأ أو الخبر من الألفاظ التي تتغير العلامة الإعرابية. بالمناسبة علامات الإعراب ثلاثة: فتحة، ضمة، كسرة، والرابعة عدم هذه الحركات وهي السكون. هذه علامات إعراب أصلية. تنوب عن هذه العلامات كثير من العلامات: الألف مكان الضمة، الياء مكان الفتحة مثلا، يعني في المثنى وفي الجمع بأنواعه. علينا الانتباه على أن ما ينوب عن هذه الحركات، يعني حينما نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، قل هذه علامة فرعية، هي ليست أصلية، هي ناجمة بسبب ما زيد أو ما جاء الفعل عليه من حالة الإفراد إلى حالة المثنى. فيظل الأبوين خطأ، الأبوان هنا، لأن ظل من النواسخ ترفع الأول وتنصب الثاني. كذلك لدينا مسألة اعتياد التسكين. أحيانا إذا لم يكن المتكلم متمكنا من لغته، متعودا مسترسلا على نطق الصحيح، أحيانا متخصص باللغة العربية، مجرد ما يسمع أذنه لا ترضى لذلك، يعني مباشرة، يعني تصير هيك هكذا حالة عندما يكون الشخص متمكن من لغته. قف، إنك أخطأت، قف، صحح هذا، قف، لقد رفعت مكان النصب ونصبت مكان الرفع وجررت مكان كذا إلى آخره. فهذا هو حتى يهرب من مسألة التسكين، ولا من عفوا مسألة التحريك وضبط الشكل بحسب الموقعية، يلجأ إلى مسألة التسكين، فيقول مثلا طلب العلم جد، وليس ليس حتى ليس ممكن، يعني على الطبيعة يقول ليس هزل. وهذا يعني هذا أيضا من الأمور التي يلجأ إليها حتى لا يقع في خطأ، ولا سيما أكثر المثقفين يلجؤون إلى هذه المسألة. الخطأ في الأسماء الخمسة، ومنهم من يقول أنها ستة. الأسماء الخمسة ترفع بالعلامات، يعني العفو، علامات الإعراب سواء الرفع والنصب والجر، هي علامات فرعية، فأيضا علينا الانتباه على هذا الأساس من أسس الكلمات، من أسس العربية في إعرابها رفعا ونصبا وجرا. يغلب الإتيان بها بالواو في الجملة، أحيانا بالياء، وقد يقع الخطأ مركبا في الجملة. مثلا مثال: وفي قراءة أبو عمرو بن العلاء، وصوابه قراءة مضاف ومضاف إليه في قراءة أبي عمرو بن العلاء، وتوفي أبي فرج، هو توفي أبو الفرج بن الجوزي، وهكذا. فعلينا الانتباه إلى هذه العلامات الإعرابية لهذا النوع من الأسماء. لاحظ الأستاذ كمال بشر طبعا وليس بشير استعمال الطلاب الألف في موضعها الصحيح من الباب. كذلك لوحظ أن اللحن في الجملة الطويلة أكثر منه في الجملة القصيرة، وذكرنا هذا الكلام. أحيانا ليس للمتكلم أو الكاتب ثروة لغوية، يحاول يعني يتخبط ولا يصل، فيطيل في الجملة فيخطأ. لو أن لديه ثروة لغوية يستطيع أن يتكلم مباشرة فيعبر عما يجول في خاطره من كلمات فيؤثر في المقابل وتكون صحيحة
من ناحية الفهم، من ناحية المعنى، ومن ناحية الموقع الإعرابي وعلامة الإعراب. من مواقع اللحن أيضا المثنى، ذكرنا قبل قليل المثنى، الأفعال الخمسة، الفعل المضارع المعتل للمجزوم. هنا لدينا أفعال، الأفعال المضارعة منها ما هو فعل صحيح، مثلا كتب، يكتب، لم يكتب، وانتهت، مجزوم علامة جزمه السكون. لكن لدينا لم يدنو، ولم يرمي، ولم يغزو، ولم يسعى، هذه كلها أفعال منتهية بحرف، منتهية بحرف علة. وما أدراك ما العلة؟ لو عرفت دلالة هذه الحروف في العربية، دلالة صوتية ودلالة نحوية ودلالة تركيبية أكثر من النحو بعض، وكذلك دلالة صرفية، لما أخطأ الكثير منا في هذه الحروف. هي علة وتسمى حروف، هي ثلاثة وتسمى حروف. يعني لم قليل من يقول أحرف العلة ثلاثة، نقول حروف العلة لدورها الكبير كما لدور اللسان في إخراج أغلب الحروف، فإن لحروف العلة الأثر الكبير في بنية أغلب الألفاظ العربية الموجودة في المعجمات. يعني أن يكفي أن نقول لا توجد كلمة مطلقا ألفها أصلية، ألفها، لا أقول الهمزة. ولم تقصر الدكتورة أمير سمبس، مشكورة يوم أمس حينما يعني فصلت القول في ذلك. فحروف العلة لها الأثر البالغ، يكفي، قلت لكم يكفي أنها حروف، ويكفي أنها حرف مد، ويكفي أنها صامت، صائت، وفي ومنها نصف الصائت، ومنها أنواع المد، مد اللين إلى آخره. هذه كثير من التسميات. لماذا تسمى علة؟ وعلى أساسها كثير من الأفعال، الأجوف والناقص والمعتل واللفيف المفروق واللفيف المقرون وإلى آخره. هذه لو عرف العربي دور هذه الأحرف الثلاثة وما تؤثر، لا نقول، المفروض لا نقول عنها أنها أحرف، بل هي حركات. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، عفوا، قريب من نصه، الحركات في العربية ثلاث: الفتحة والضمة والكسرة، وما الألف والواو والياء إلا حركات ممدودة منها. يعني الألف والواو والياء مو حروف، حركات. متى تكون حروف؟ أيضا على العربي أن يعرف أنها تكون حروف عندما لا تكون حرف مد. يعني قال، هذا مد. لو قلنا أصل قال ق و ل، لكانت هذه الواو نصف صائت نصف علة. هو ليس، لأن الواو المدية ساكنة مسبوقة بما يجانسها، الواو ساكنة مسبوقة بما يجانسها، الياء ساكنة مسبوقة بما يجانسها الكسرة، وكذلك الألف ساكنة مسبوقة بما يجانسها. كل كلمة فيها ألف تعود إما إلى الواو أو الياء، لأننا يمكننا أن نحرك الواو والياء لكن لا يمكننا أن نحرك الألف. فعلينا الانتباه إلى دور هذه الأصوات الثلاثة، هذه المدود الثلاثة، هذه الحروف الثلاثة، والمطلق، الحرية المطلقة في إخراجها من جوف البطن حتى جوف الفم. هذا هو ما أعطاها تصويتا لقمم الكلمات في العربية. هي قمة، الألف قمة، الواو قمة، والياء قمة. أجزاء هذه القمة الفتحة والضمة والكسرة، وعدم هذه القمم هي السكون. فانتبهوا إلى الدور الكبير لحروف العلة من هذه الأدوار. هذا ما موجود أمامكم، اللي هو الفعل المضارع المعتل، لأنه يحذف ما دام يسكن، هو ساكن فتحذف آخره ويوضع بدل هذا المحذوف ألف بدلها فتحة، الواو بدلها ضمة، والياء بدلها كسرة، وهكذا. ف يعني انطلقوا بعد المحاضرة إن كان لديكم وقت لمعرفة أدق التفاصيل عن أحرف العلة، دورها، لا سيما في القرآن الكريم. أبسط الأشياء في القرآن الكريم أننا نمد الصوت بمدتين، بأربع، بست، بثمان. يعني انظروا،
إلى يعني كم لها الأثر البالغ، ولكل النوع من هذه المدود لها أثر في المعنى، لها دلالة، لها قوة وإلى آخره. فانتبهوا إلى هذه القيمة المهمة للألف والواو والياء. الكلام المنطوق أيضا حينما ننطق هو نحن لا ننطق فقط ألفاظ مفردة، ولا ننطق فقط أفعال خمسة، ولا فقط أفعال مضارعة ولا ماضية، نحن ننطق اللغة العربية بأشكالها. يعني كلامنا لفظ مفيد، متى ما تتم الفائدة يكون هو هذا الكلام مفيد. فعلينا بالكلام المنطوق أن ننتبه إلى النطق الصحيح، إلى المواقع هي مثلا التأني في النطق، حتى نستحضر في ذهننا في لحظات، لا نقول في ثواني، في لحظات من الزمن نستذكر أن هذا الموقع هو مرفوع، فعلينا أن نضع علامة الرفع سواء كانت أصلية أو فرعية وهكذا. فإذا علينا الانتباه إلى هذه الأمور. من مواضع اللحن مما يظهر مع النطق الاسم المنقوص. للاسم المنقوص أهمية يعني كبيرة جدا. أولا لماذا سمي منقوص؟ إذا استطاع أحد الإجابة لماذا سمي منقوص، أسمع من حضراتكم، لما سمي الاسم المنقوص منقوصا؟ هل لدى حضراتكم معرفة بذلك؟ نحن نسمع المنقوص، لماذا نقول لماذا منقوص؟ ألا لأنها تتغير في تصاريف الكلمات، لماذا منقوص؟ هل لدى أحدكم عفوا إجابة أم أكمل؟ طيب، سمي الاسم المنقوص هو الاسم المعرب المنتهي بياء لازمة غير مشددة وما قبلها مكسور. هاي لحد الآن أنا عرفت، لم أقل لماذا سميت منقوصة. إذن علينا معرفة الاسم المنقوص هو الاسم المعرب المنتهي بياء، بالمقابل المقصور منتهي بألف. هذه الياء لازمة، ما معنى لازمة؟ يعني لم لا لا يمكن أن نعد هذه الكلمة منقوصة إذا كانت هذه الياء ليست أصلية في الكلمة، ولا تكون مشددة، ممكن تكون مشددة وهي ياء نسب، فهذه لا. وما قبلها مكسور، غير مشددة وما قبلها مكسور، مثل كلمة كرسي. فمن الأسماء المعربة المنقوصة القاضي، الداعي، الساعي. طيب لماذا سماها علماء العربية بالمنقوص؟ لأن علامات الإعراب الظاهرة ناقصة عليه، فهو ناقص عن الأسماء الأخرى، فلا تظهر عليه إلا علامة النصب. وأذكر أيضا يوم أمس وقبلها والمحاضرة أيضا اللي قبلها كان في درج الكلام ذكرت على زينة قاض وراع وساع، حينما تكون في حالة الرفع تحذف هذه الياء، وفي حالة الجر أيضا تحذف، لا تثبت إلا في حالة النصب. لذلك سمي الاسم المنقوص منقوصا، لأنه فقط تظهر، يعني ما يكون حالة حال بقية الأسماء، تظهر العلامات الإعرابية في الحالات الإعرابية كافة من نصب ورفع وجر. فعلينا أيضا الانتباه إلى هذه المسألة، فنخرج من الكلمات المنقوصة كرسي لأنها مشددة مسبوقة بكسر، نخرج منها ظبي لأنها مسبوقة بساكن، ورأي لأنها مسبوقة بساكن، وتطبق هذه القاعدة على القاضي والداعي والساعي والمحامي، هذه كلها أسماء منقوصة. أسألكم سؤال، هل ما الفرق بين الياء في المحامي والياء في كتابي؟ هل من مجيب لهذا السؤال؟ أو عن هذا السؤال، ما الفرق بينهما؟ أيهما يكون منقوص؟ نعم يا ريم، أهلا ست تفضلي. ريم، هذا ريم، نعم تفضلي. محامي نعم كتابي، المحامي هي المنقوص. هي المنقوص، أحسنتي. أما كتابي، كتابي الياء تقريبا مضاف إليه، صح؟ قصدي أي الياء متصلة، نعم ضمير متصل. متصل، أي مش أصلي. أي لما لا نقول في تعليلنا حتى لا ننسى
أستاذة ريم، نقول الياء في كلمة المحامي هي في جذرها حامية، هي لازمة. يكون هنا يعني الإثبات، هذا النقد اللغوي، هذا النقد اللي قبل قليل سألنا الأستاذ، قال هل نقول قل ولا تقل فقط؟ لا، نقول ونعلل ونعطي القاعدة حتى لا تنسى. الآن ريم الزرقاني لن تنسى أن الياء في محامي هي من حا ما ي. يا إن تمام شاء أستاذة الله، ريم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم، كذلك لدينا هناك قواعد متنوعة في كتابة العدد 8، فقط 8، لأنه إن حذفت منه التاء نحن نعلم أن العدد حينما يكتب الألف أو الرقم العدد 1 والعدد 2 يطابقان المعدود، 3 إلى 10 المفردة تخالف المعدود أينما كانت هي، يعني تكون مخالفة. فالعدد 8 من ضمن نطاق 3 إلى 10 المفردة، فعلينا يعني الانتباه أننا لو حذفنا التاء من 8 إذا كان المعدود مذكر فننتبه إلى هذه. وفيه أيضا قواعد إذا كان ما بعدها مؤنث، إذا كان ما بعدها مذكر، إذا كان ما بعدها نكرة مثلا أو معرفة، فعلينا الانتباه ومعرفة هذه القواعد. الانتباه أنها حينما تجرد من التاء المربوطة حينما تخالف المعدود، علينا الانتباه أنها ستكون من الأسماء المنقوصة. كذلك المضارع المعتل، قلنا المضارع المعتل بالواو والياء في حالة النصب، المعتل بالواو والياء منها ما تظهر عليه الحركات، أيضا الانتباه إليه، مثل لن يرمي، لن يدعو، هذه تظهر، لكن حينما تكون بالألف لا تظهر عليه الحركات بل تقدر. لدينا أيضا الممنوع من الصرف، وهو موضوع هو بنفسه يحتاج إلى محاضرة ساعتان عفوا. هذا الممنوع من الصرف هو من الموضوعات التي تحتاج إلى علامات فرعية وليست أصلية، لأن الممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين، ممنوع من التمكين، لا ينون، يجر بالفتحة بدل من الكسرة، له شروط، له 9 شروط أسباب، منها العلمية ومنها التأنيث ومنها ما يجمع فيه العلمية والتأنيث وهكذا. أيضا علينا أن نأخذ أبسط الأمثلة على زينة الفعل، مثل أحمد، سعاد الذي يطلق مثلا بالعلمية، مثل المنتهي بألف ونون، الصفة الثابتة مثل أخر وهكذا. هذه كلها يجب أن توضع ولو بوريقة أمامنا حتى نعرف أننا حين نستعمل هذه الأسماء الممنوعة من الصرف، الممنوعة من التمكين، الممنوعة من الجر بالكسرة، يكون مجرور بالفتحة بدل من الكسرة أمامنا حتى نستعملها الاستعمال الصحيح، وبذلك لا يظهر لدينا اللحن في هذا الموضع. أيضا من أساليب المعالجة هي الممارسة اللغوية، ذكرنا في بداية المحاضرة كيف يثقف المرء نفسه من البداية، ممكن يكون عنده اطلاع، ممكن عنده ثقافات، يقرأ قصة، يقرأ رواية، وممكن ما يقرأ قصة ولا رواية، يستمع إلى القرآن الكريم ويردد بعد هذا الاستماع، يكفي أن تكون لغته عفوا لغة فصيحة خالية من اللحن. ربط الإعراب بالمعنى، أيضا هذا الكلام ذكر، كيف أن الفاعل لديه القوة في الجملة فهو الفاعل في الجملة لا غير، واحد، والمفاعيل متنوعة، فعلينا معرفة أو وضعه في المكان المناسب، كما نضع المجرورات والمنصوبات. الخطأ في اختيار الكلمة المناسبة للمعنى، مثلا أنا مسرور طالما أنك موجود، هذه كلمة طالما عفوا خطأ استعمالها، لأن طالما تعني كثيرا ما، وهذا المعنى لا تؤديه هذه الكلمة في مثل هذا السياق. ممكن نقول أنا مسرور ما دمت عفوا موجودا،
قال تعالى: وأوصاني بالصوم والصلاة ما دمت حيا، موجودة مدة دوامي. أصلا الماء سميت باسمها، أن هذه هي الماء الحينية. نحن لدينا أكثر من 3 أو 14 نوعا لما، لو فهمت هذه المعاني لفهمت أغلب النصوص، لا سيما القرآنية. ما التعجبية، ما الحينية وهي الظرفية، ما المهملة، ما النافية العاملة، ما النافية غير العاملة، كثير، ما الشرطية الجازمة، ما الاستفهامية، ما التعجبية، كثير 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 من أنواع ما يحتاج أن نضعها في نص واحد ونبين الفرق. أيضا هذا يحتاج لها وقفة طويلة. ممكن هذه الأنواع هي وأن ممكن تكون فيها محاضرة قيمة. أنا حاضرة، والدكتورة أميرة تسمعني، أنا حاضرة لإلقاء هذه مثل هكذا محاضرات. لازلت متواجدا في الجامعة منذ الصباح هنا حتى التصويب؟ لا زلت هنا، المفروض ما زلت ومتواجدا. التواجد من الوجد، وهو الوله أو الحب أو الاشتياق، ونحن لا نريد هذا المعنى، نريد موجودا. فلا زال خطأ، نقول ما زال موجودا في الجامعة منذ الصباح. هذا هو الصواب. هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصديق سويا إلى المدينة. لو عدنا إلى كلمة سويا في العربية، أو سوية، ومعناها في اللغة معتدلا، وجمعها أسوياء. وفي القرآن الكريم آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فهذه هنا خطأ استعمالها. لماذا؟ لأننا حينما نستعمل سويا لا نطابق بينها وبين المصاحب. يعني جاء الطالبان سويا، جاء الطلاب سويا، جاءت الطالبات مثلا سويا، لكن الصواب الطالبتان سويا، ولا يقول جاءا سويين ولا جاءوا أسوياء. المفروض نعاملها كلمة اعتيادية. هي هنا يحولها من اسم إلى ظرف، يعني ثابتة ما تتغير، فهذا هو الخطأ. وعلينا بدل هذه الكلمة إن لم نستعملها الاستعمال الصحيح بحسب ما يصاحبها من في الجملة، أن نقول بدلها معا وليس سويا. ومن استعمال الكلام في غير موضعه: لا يجب أن تفعل كذا، صوابه لا يجوز. أيضا هنا لا يجب، هو النفي مع الوجوب لا يستقيم. فالجواز مع النفي ممكن، لكن يجب هذا يعني منع، ولا مع المنع هو لا يستقيم. فيه مثل ما نقول: هل سيزورنا فلان؟ هل تفيد الاستقبال؟ والسين تفيد الاستقبال، فلا يدخل الحرف على الحرف. فعلينا الانتباه إلى هذه المعاني. هي ممكن المقابل غير المتخصص يعتبرها دقيقة، لكن المتخصص لا يستسيغها، ذوقه اللغوي يرفضها تماما. الجملة حوادث، مثلا مثال: حوادث كثيرة يسجلها التاريخ في القرن الماضي. كيف يسجلها وكيف في القرن الماضي؟ أين الخطأ؟ عفوا، المفروض هنا صيغة زمن الفعل الموجودة يسجلها هو مضارع، أو استعمل القرن الماضي، فلا تلاؤم بين الزمنين، بين المضارع والماضي. فعليه أن يقول: حوادث كثيرة سجلها التاريخ في القرن الماضي. أو ممكن يكون على الإطلاق: حوادث كثيرة يسجلها التاريخ، وانتهى. لا تقرنها بالزمن الماضي، فيكون الكلام سليما. خطأ في صيغة مفردة تؤدي إلى معنى غير مقصود: هذا القرار لاغ، وهذا القرار ملغي. هذا هو الصواب، لأن لاغي مأخوذة من اللغو، علينا الانتباه إلى ذلك. من لغى يلغو وهو السهو، لكن ملغى هو من الرباعي أبطل. فعلينا أيضا الجملة وخطأ في الدلالة: انظروا، أثر كثير، هذا القرار لاغ. أصلا هو خطأ في كلمة لاغ،
المفروض تحذف هذه، او هو مسند، ما اعتقد يعني نرجع الى الاسم المنقوص، فهي اصلا كلمه لاغي ماخوذه من اللغو، نحن لا نريدها وصفا لهذا القرار او نتيجه لهذا القرار. هي فممكن أقل له القطار أو استقل له القطار، هذا أصوب. الخطأ في اختيار صيغة باعتبار في اختيار أدوات النفي، لا زال الكتاب يحتوي قليل، لأن اللام مع الفعل الماضي تكون للدعاء. مواضع أخرى أيضا للخطأ في اختيار الصيغة، استعمال فعلين مختلفي الزمن بغير مسوغ، مثلا كان البخاري يفضل نافعا وقدمه على سالم، هنا يفضل وقدم أيضا خطأ. كذلك الوصف بالاسم الجامد على رأي الجمهور، مصر النيل أو مصر الأهرام، أيضا هذا بعض العلماء جوزوها. كذلك فصل ما حقه الوصل من الضمائر، ليت أنا لم نغادر بلادنا، هذه أيضا ممكن مأخوذة من العامية وممكن تكون مستعملة في بعض البلدان. كذلك من أخطاء الصياغة في الجملة مجاراة اللغات الأخرى، ترجمة استعمال العامية، كررنا هذا الكلام، التكرار في غير موضعه أيضا ذكرناه، الضعف في التركيب أيضا ذكر، تشتيت النص من خلال اختيار كثير من الكلمات التي عفوا عفوا أعيدها. دكتورة، نعم تسمعني، لا تظهر عندنا الشرائح. الشرائح لا تظهر، لا تظهر. ممكن تعرض من عندكم، يعني ما أعرف الخلل وين، ظننت العرائس. مرحبا. نعم دكتورة، أستطيع أن أعرض الشرائح من عندي، بس أي شريحة وصلت ثلاثة لحضرتك؟ وثلاثة وثلاثين، نعم أبشر يا دكتور. نعم التكرار في غير موضعه. نحن لدينا وقت، هل هذا صحيح؟ نعم. نعم، فهنا أيضا يكثر تكرارها في الجمل، حيث كثير كثير من الكاتبين وحتى المتخصصين في اللغة العربية يذكرون حيث في موضع السبب، يعني حيث كذا حيث كذا، وهم يعللون خطأ، إذ وتوضع قبلها فارزة منقوطة، هذا هو الصواب في استعمالها، لأن حيث فقط ظرفية لا تأتي تعليلية أو سببية. أيضا عبارة من خلال يكثر استعمالها، أيضا خطأ، من خلال، عن طريق. وكذلك ما زلنا في الشريحة 33 دكتور، تكرار بين الجملة في مثل كثرة قصائد الهجاء بين الفرزدق وبين جرير، ما يحتاج بين، تؤدي معنى بين الشيئين فلا يحتاج إلى تكرارها، مثل كلما. الأخرى، الشريحة الأخرى، ما يعاب على التكرار أيضا ما كان مستغنى عنه، يعني غير مستفاد، يعني لا داعي لأن نذكر كلمات لا نحتاج إليها في النص، ونكتفي بما نريد إيصاله إلى المقابل ولا داعي للزيادة. الشريحة الأخرى، الاسترشاد، عفوا، ببلاغة القرآن الكريم وهديه في التكرار، موجودة هنا، نريد أن نكون مدققين، يعني نصل بكم إلى أن تكون على الأقل ولو يعني نسبة مئوية نفرح بها أن تكون تدققوا ولو كتاباتكم، يعني ولو تدققوا كتاباتكم، فعلينا الاسترشاد ببلاغة القرآن الكريم نعم، كذلك التكرار في القرآن الكريم يؤدي إلى السلامة من الخلل، والزيادة يعطي الفرق بين الآيات القرآنية. كيف؟ طبعا الشريحة رقم 36، جمال الفواصل أيضا، الانسجام الصوتي وتكرار
الجمل، كل هذا هي من خصائص القرآن الكريم المعجز. هذا الكتاب الذي حوى قواعد اللغة العربية كافة بحر، يعني لا موجودة الدراسات ومستمرة في القرآن الكريم، وهي يعني ما الدراسة التي الدراسات التي مرت إلا هي يعني قطرة من بحر. الشريحة الأخرى: تراكيب صيغة على طريقة اللغة الأجنبية، أنا كطالب هذه لا تفضلها اللغة العربية، أصلا فقط الكاف ذكرت في القرآن الكريم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وأتت مع مثل حتى تفيد التشبيه، فانتبهوا إلى هذا الكلام. كذلك كلما انتقيت المراجع كلما كان هذا الخطأ، ذكرت أيضا لا داعي لتكراره، الخطأ في موقع الكلام من الجملة، تأخير ما حقه التقديم، دخل علينا ما بينما كان دخل عليه بينما كان يصلي، لا داعي لهذا نقول الالتفاف أصلا في الجملة. كذلك الفصل بين الصفة والموصوف وذكره أساتذتنا، هذا أيضا علينا الانتباه له، فصلوا قول في أساتذتنا في المحاضرات السابقة جزاهم الله خيرا، الفصل بين المتعاطفين أيضا ذكروه، لكن هنا وضعناها دلالة على هناك خطأ في موقع الكلام. الشريحة الأخرى 39 أيضا أخطأ في موقع الكلام، الفصل بين المتضايفين، العطف على الضمير المرفوع المستتر يعني لا يتفق، والقول المشهور في المذهب خطأ هذا الكلام، فعلينا أن يعني نعرف أن جملة العطف والمعطوف لها قواعد ثابتة علينا الانتباه، هذه ممكن منقول عليها أنها قواعد أساسية دخلنا نوعا ما في العميق وفي التخصص. ضم صيغة إلى أخرى، سوف لا أطيل في هذا الفصل من الكتاب، سوف لا أطيل، سوف هنا تفيد الاستقبال، دخلت على نفي هذا أيضا خطأ. الشريحة الأخرى 40، الشريحة 40 تكون الأخطاء في المطابقة يعني بين الفاعل وفعله واستعمال الضمائر للمفرد والمذكر في موضعها، أكثر هذا الكلام ذكر في بداية المحاضرة. ما هذه المخططات سوى يعني مختصر حتى نستطيع أن ننهي المحاضرة في وقتها المحدد، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية وجمع، لا تضع هذه المفردات اعتباطا، بل لها دلالة علينا الانتباه في وضعها في موقعها في علامة إعرابها الفرعية، كذلك استعمال الأسماء للعاقل ولغير العاقل وما يختص بها من ألفاظ وضعت في العربية، أيضا علينا هذا الانتباه إلى ذلك. ولدينا أيضا مع سعة العربية الشريحة 43، مع سعة العربية فهي أخصر اللغات، يعني دقيقة بألفاظها وتؤدي بأيسر الكلمات وأقل الكلمات المعنى وتقلل في المبنى أيضا، وهناك دلالة، فهذه أيضا من خصائص اللغة العربية الرائعة والجميلة. هناك الخطأ في الجملة الطويلة ذكرناه، هذا الكلام كله مذكور، إقحام فكرة أو ملاحظة أو استطراد خارجة، جمع جملة من الأفكار في جملة واحدة، حشد الكلمات للتعبير عن فكرة بجمل غير مترابطة، كل هذا الكلام ذكرناه من أسباب ضعف الضعف في الإنشاء وكذلك الضعف في المبادئ الأساسية في العربية. أمثلة للإيجاز في القرآن الكريم علينا الاعتماد عليها أو الرجوع إليها في اللي مثل يومئذ تحدث أخبارها، من عمل صالحا فلنفسه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه ممكن حتى نأخذها مثل دائما نقوله أو يعني نسترشد به في كلامنا. كذلك هناك إيجاز في الحديث النبوي الشريف، وضوح في المعنى، وفاء بالمعنى، أن رسول أتيت جوامع الكلم، هنا حديث نبوي شريف، يعني كلام جميل وبأقل المفردات. اختصار الكلم أيضا، قالت مناة العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني هذه وإن استغنت عن الجملة اللي سبقتها، فكلام السابق إن عدنا إليه سواء كان في نقدنا أو في استشهادنا سيكون خير فائدة أفدنا بها العربية وأفدنا بها كتاباتنا وتكون سليمة للمقابل. الشريحة رقم 48، لأن صبرت لتظفرن، أقسم بالله لئن صبرت على الشدائد،
تظفر بما تريد من المقاصد. هناك كثير من الجمل العربية لا يمكن أن بحر العربية لا يمكن أن يعني تجمع، يعني مثلا تذكر محاسنها في يعني في محاضرة أو في ساعات أو في حتى يعني أيام، لا يعني هي عمر يتعلم بها، ويوم عن يوم هي يعني ممكن تكون للناطق بها أو للكاتب بها أو المتخصص بها تكون خير عون في تخصصه. أيضا أسباب الاختصار في الجملة العربية، لكن الشرط يكون هناك فائدة، الشريحة 49، لأن طبيعة العربية تميل إلى الاختصار بأقل الكلمات وأدق المعاني، تجويد الكلام يعني بمعنى تحسينه مثل ما نجود القرآن نحسن الكلام، نخفف حتى تصل بأدق العبارات وأيسرها، إراحة المتكلم والسامع وغيرها. هنا ممكن أن نختتم أن اللغة العربية صلة بين حاضر الأمة وماضيها، وإن ما اختصها الله تعالى به من السعة والمرونة والشمول كفيل بأن يجعل منها قاعدة متينة لجميع كلمة الأمة والقيام على نهضتها. والأمة العربية أهل اللسان وهم أول المخاطبين بذلك، وعليهم علينا أن نعرف هذه الخصائص العظيمة للغة العربية التي كفل القرآن الكريم بحفظها. أختم قولي هذا إن بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إليه راجعون. كل ما ذكرناه هي عبارة عن توصيات، لذلك أختصر عن ذكر التوصيات، كل محاضرتنا هي توصيات. أتمنى أن تكون خير عون لمن يريد أن يبحر في التخصص أو من يريد أن يكتب في العربية، أعانه الله ووفقه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله دكتورة، ما عساي أن أقول في محاضرتكم إلا أن أتوجه إليكم بعميق الامتنان والشكر على هذه المحاضرة يعني القيمة، والتي أبرزتم فيها مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الممارس أو المتعلم عن قصد أو بدون قصد، وذلك انطلاق من عدة أسباب وفق مقاربة لغوية ونحوية وسياقية. إذن بارك الله فيكم دكتورة مرة أخرى وفي جهودكم، وجعل هذا العمل وهذه المحاضرة في ميزان حسناتكم. والآن أعطي الكلمة للأستاذة صفاء لفتح مجال المداخلات والمناقشات إن شاء الله تعالى حول المحاضرة، وتفضل أستاذة صفاء. شكرا جزيلا لك دكتور بدر الدين الزيتي على حسن إدارة هذه الجلسة المباركة وعلى تواجدك معنا، شكرا جزيلا لك، وفيض شكرنا وتقديرنا العميق لسعادة الأستاذ المساعد الدكتورة لمياء عبد الله الشمري مقررة قسم اللغة العربية من الجامعة العراقية على جهودها الرائعة ومحاضرتها القيمة والمتميزة والنافعة. دعواتنا لك بدوام التميز والإبداع. والآن حضورنا الكرام، نفتح لكم باب المشاركة والمداخلات والمقترحات لحضراتكم، يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم الصلاحية. نأخذ مداخلة الأخت إلهام، تفضلي بإمكانك نعم تفضلي. سماعك. الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، يعني استفدت كثيرا جدا، معلومات حضرتك قيمة يعني بدرجة كبيرة، خاصة في الأخطاء التي نتعرض لها جميعا يعني، نعم وشكرا يعني من القلب فعلا يعني. تفضلي. يعني بستأذن حضرتك، يعني أنا عندي يعني عملت بعض رؤية مبسطة لتعليم الأطفال الأجانب، نعم وكنت أحب أشارك يعني مع حضرتك أخذ رأيك فيها، فهل ممكن نتواصل بعد إذن حضرتك؟ يعني أكون إن شاكرة شاء الله إن شاء الله. يعني كيف أتواصل؟ يعني كيف يكون التواصل؟ قلت يعني ممكن الفيسبوك هاتفيا لو ممكن، لا إذا أمكن. ممكن هاتفين، كيف أوصله لك؟ عفوا دكتورة لمياء، بإمكان الأستاذة وضع رقم هاتفها أو الإيميل في الشات، والإدارة إن شاء الله تأخذه وتتواصل مع حضرتك.
تمام، ممكن تعطوها الرقم دكتور، ما عندنا أي مشكلة، عندكم الرقم الواتساب. نعم دكتور أبشري. حاضر، يعني سوف يكتب الرقم على الشات، ولا أنا أكتب رقمي على الشات؟ حضرتك اكتبي، أنا سأدون هذا الرقم الآن. شكرا شكرا، جزاكم الله كل خير. حياك الله. نعم، الله يخليك، السلام عليكم. ممكن وعليكم السلام. سأكتب نعم رقمي يعني بعد إذنكم إذا تحتاجونه. نعم دكتورة. كتبته على الشات. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة، ونأخذ نعم مداخلة أخرى. الدكتور أحمد تفضل. تفضل دكتور. جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيما تقومون به في هذه الأمسية، الشكر للجميع. فقط لدي استفسار حول نعم تعليم أو تجنيب الناطقين بغير العربية أو نعم نعم الأخطاء، هل هناك برنامج مثلا أو طريقة الذين لا ينطقون بالعربية؟ نعم دكتور، هي ثم هذه الدورة. ثانيا ثانيا حتى نعم نربح قليلا من الوقت، ثانيا يعني هل هناك طريقة لتجنيب هذه الأخطاء بالذكاء الاصطناعي؟ نعم بالذكاء الاصطناعي يعني بدل من أن يبقى الباحث يبقى ربما ربحا للوقت، يعني يستعمل هذه الوسيلة لتجنيب نفسه كثير من الهينات الكثير. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. حياكم الله. عفوا دكتور، هي أصلا الدورة من بدايتها حتى نهايتها هي دورة لتعليم الناطقين وغير الناطقين، يعني المبادئ الأساسية بمستوياتها، مستويات العربية، لا نقول غير الناطقين نعلمهم صوت أو صرف، يكتفى بتعليمهم المبادئ الأساسية للجملة العربية ومواضع كل كلمة والعلامات الإعرابية حتى يستعملها استعمال صحيح. وهناك كثير من الكتب، النحو الميسر، النحو الواضح، لا نقول له أن يعود إلى الكتب الأمات، أمات الكتب يعود لها ويرجعها، لأن صعبة عليه، أحيانا صعبة حتى على المتخصص، لأن يحتاج لها إلى فك لرموزها، لأن كانوا فصحى، يعني يؤلفون بالفصحى وليس بالفصيحة الحالية ولا باللغة العادية. فممكن يعودون إلى المبادئ الأساسية باللغة العربية، وتكون باستمرار مع تطبيقها مع الاعتماد على نظريات التعلم. يعني نظرية التعلم، يعني طرائق التعلم، ممكن طريقة استنباط، ممكن طريقة استقرائية، ممكن طريقة العصف الذهني، يعني تعطى المعلومة مباشرة، ممكن التعليم الجماعي، ممكن التعليم العفو التعاوني، ممكن يكون التعليم تكاملي، يعني تعطى كل المستويات ثم تستخلص المستويات المعينة الجزئية من قواعد اللغة العربية أو من اللغة العربية عامة. لكن مسألة الذكاء الاصطناعي، يعني أنا أشهد أنني لست متمكنة بهذه الجزيئة، ممكن كثير من المتخصصين، ومنصة أريد لم تكن مقصرة في ذلك، يعني أكثر من محاضرة مسألة الذكاء الاصطناعي في العام الماضي أظن أعطوا مسألة يعني كيفية الاستفادة. بصراحة إلى الآن لم أستفد من مسألة الذكاء الاصطناعي في تجنب الأخطاء، لأن الحمد لله يعني أعلم تلاميذي أو أعلم طلابي على أن يكون أعطيهم أساسيات، وبالتالي يستطيعون تجنب ومواجهة أي كلمة في أي جملة لدلالة أي معنى يستطيعون ذكرها. فيعني عذرا إن لم أجبك على مسألة الذكاء الاصطناعي، فليس لدي معلومات ولا يمكنني الفتوى فيها، عذرا. شكرا جزيلا لك دكتورة، حياكم الله. الله يحفظكم دكتورة. نأخذ مداخلة الأخت ميادة، تفضلي حياكم، الأخت ميادة. تفضلي. بإمكانك فتح المايك أخت ميادة. لا أسمعهم. أعتقد أنه يعني لم تفتح المايك.
ناخذ مداخلة أخرى. أستاذ مهند، تفضل أستاذ مهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتورة على هذه الحلقة القيمة، إن شاء الله نفع فيك البلاد والعباد ورفع من الله يحفظكم. مستواك العلمي إن شاء الله في الأيام القادمة، ونشكر كل القائمين في منصة أريد على هذه المحاضرات والندوات والدورات التي تصب في نهاية الموضوع في المصلحة العامة. سؤال هو مداخلة، إنه نعم. من أهلنا في إخواننا في جميع الدول العربية المتخصصين باللغة العربية، أن هناك متخصصين في هذه المواضيع المداخلة الأخطاء اللغوية والنحوية، أن يكون هنالك موقع عربي مستوى عالمي لموضوع التدقيق، لأن هناك مختصين باللغة العربية أكثر منا فهم في هذا المواضيع، نعم. ولكم جزيل الشكر. وعليكم السلام ورحمة الله. فعلا يعني مقترح رائع، ويا ريت يعني يكون يعني محط أنظار. وكما أضيف لأنه بعض المواقع العربية، بعض المواقع التدقيق كلها نعم. تدفع فيها مصاري، وهذا الباحث والباحثين يتحملون العبء الكثير من ناحية الأموال، هذا فعلا يكون فعلا موقع يستفيد منه الجميع، مع كثرة الأبحاث والتدقيق يصير عنده خبرة عملية في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومنصة أريد إحدى هذه المواقع إن شاء الله لا تقصر في ذلك، وممكن يكون يعني موقع عالمي يعني من الناس يعني الذين يستطيعون فعل ذلك، وأنا جاهزة حاضرة للتصويب متى شئتم، يعني أنا هاتفي مفتوح إن شاء الله. أشكرك السلام يا دكتور عليكم. على هذه الفزعة العربية، إن شاء الله شكرا لك. إن شاء الله فزعة العراقي. إي نعم، ولا شك، حاضرة حاضرة، عراقي وشمري. وأنا أصير حال من الأردن. حياكم الله. حياكم. هل من سؤال آخر؟ بارك الله. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة. نأخذ مداخلة الأخرين، تفضلي. عفوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أول دورة لي في المنصة، عجبتني فكرة المنصة والله. شوفي، أنا باحثة بس في الأدب الليبي، فينقصني الكثير في النحو وفي اللغة. فكرة إن هذه الدورة نجدها ككتاب فكرة حلوة ومفيدة، لأن استفدت من هذه الدورة، لكن الرجوع للكتاب أمر مفيد جدا. فشكرا لكم، بارك الله فيكم. عندي ملاحظة نفسها اللي هي غير الناطقين للغة العربية. أنا طبعا من ليبيا، يأتون من بريطانيا، ألمانيا، من أمريكا. من لاحظت أن الأطفال، أن الدكتورة أشارت أن اللغة من البداية تكون تأثيرها أفضل من تاخذها فترة متقدمة. فالأطفال ننجح معهم في إدخال النحو، الجملة وتركيبها والفعل، لكن اللي عمرهم 11 10، احنا نقول الصف العاشر، اكتفيت بتعريفهم مثلا معنى الاستثناء، تعريفهم تمييز الاسم من الفعل، تكوين جملة، كيف يستخدم الاستفهام، هل هذا صائب وأم هناك طريقة أخرى؟
أستاذة صفاء. أعتقد يوجد خلل في الإنترنت لدي. تسمعوني؟ نعم، مرحبا. مرحبا، صوت مسموع؟ نعم، صوت مسموع. نعم، أي نعم. فمسألة تعلم حروف العربية ووضعها في مكانها هي التي يجب أن تكون منذ النشأة، يعني نحددها، ممكن حددوها علماء نظريات التعلم من سن الخامسة حتى سن الثانية عشر، من الصعوبة على النشأ أو على الطفل أن يتعلم لغة، لا أقول تفاصيل لغة، يتعلم لغة يعني على الأقل المفهومة واللي ممكن تكون سليمة من ناحية النطق، ثم يدخل في التفاصيل. نحن لا نعلم بالصف عمر 12 الاستثناء أو الاستفهام أو التراكيب والأساليب الصعبة، لا لا، هذا يعني للأسف هذا يعني ليست طريقة صحيحة للتعليم ولا سيما للأطفال. لا، المبادئ يعني نعلمهم مثلا، نحفظهم مثلا حروف اللغة العربية مع كلماتها، وممكن تأخذون جمل وبعدين تفصلون بالحروف، هكذا يكون التعليم، وليس مسألة تعليم القواعد منذ النشأة، تعليم اللغة وليس القواعد وتفاصيلها. شكرا جزيلا، أسمع كلامي إن شاء الله. نعم، دكتورة. تمام، هل من سؤال آخر؟ نعم نعم دكتورة، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. توجد مداخلة؟ أعتقد أنه قد أكمل الحضور استفسارات، إن شاء الله. ونشكرهم الشكر الجزيل على حسن المشاركة والاستفهام والمداخلات، ونشكرك دكتورة. حياكم أعتقد نعم أكملنا إن شاء الله. هل لديك أي إضافة يعني تحبين أن تختمي؟ نعم دكتورة. نعم، فقط يعني أوصيكم خيرا بلغتنا العربية فقط. سلام عليكم. شكرا جزيلا دكتورة وعليكم المياء. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا دكتورة صفاء والدكتورة المياء، مرحبا. إذا في نهاية هذا اليوم الرابع لهذه الدورة التدريبية، نقدم للسادة الحضور أسمى آيات الشكر والتقدير على حسن الاستماع وعلى حسن التفاعل حول موضوع هذا اليوم، وهو صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها. ونأمل من الله عز وجل أن يديم علينا جميعا الصحة والعافية، ويجعلنا خير جند لقيادة اللغة العربية للازدهار من جديد. كما في النهاية أجدد الشكر لأستاذتنا الدكتورة لمياء على هذه المحاضرة القيمة والمفيدة كثيرا، وكذلك الشكر موصول إلى جميع الأساتذة المشاركين في هذه الدورة التكوينية، وعلى رأسهم الدكتورة الفاضلة أميرة، وإلى الأستاذ عدنان وبلال والأستاذ صفا على حسن إدارة هذه الأيام التكوينية. ونحييكم جميعا بتحية الإسلام وكلام خير سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي غدا في نفس الوقت إن شاء الله مع موضوع جديد. دكتور بدر، فقط حتى يعني نشرح للحضور الكريم نعم، طريقة استسمح. الحصول على الشهادة. نعم، تفضل نعم، أستاذ عدنان. مرحبا، بارك الله فيك. استسمح استسمح الأستاذة لو صفا طلبت. عندها خلل في الإنترنت فقد يعني لا نعم، تتواصل معنا، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله بك دكتورنا الغالي، الله يحفظك دكتور بدر الدين الزيتي على التقديم والإدارة لهذه المحاضرة الرائعة، وكل شكر موصول لسعادة الدكتورة لمياء عبد الله الشمري على المحاضرة الرائعة والمعلومات القيمة والطيبة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة، وقد تم وضع الرابط في الشات لمن أحب أن يدخل مباشرة إلى الرابط. بالنسبة للأعضاء الجدد سوف نقوم إن شاء الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة.
نعم، نقوم بكتابة منصة أريد العلمية في محرك البحث جوجل، فتظهر لنا الصفحة الخاصة بالمنصة، وهذه ولله الحمد الصورة أو الصفحة الرسمية بعد التحديث لها. نقوم أحبتنا الكرام بالضغط على سجل مجانا كما يظهر أمامكم. نقوم بتسجيل الدخول، فيتطلب لمن لم يكن من أعضاء المنصة فيتطلب الأمر بضع معلومات كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وأيضا بريد إلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن بصددها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل. فمباشرة ترسل رسالة إلى البريد الإلكتروني، تتطلب الضغط عليها فقط لتفعيل الحساب. من ثم ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية للمنصة والتي تظهر أمامكم بهذه الطريقة وبهذه الصورة. من الطرف الأيسر للشاشة نختار نظام عليم كما هو موضح أمامكم. نختار نظام عليم. ننتقل بعدها مباشرة إلى الأقسام الخاصة بالنظام. نختار منها أيضا المحاضرات القادمة. نختار منها المحاضرات القادمة. بعد ذلك تظهر لنا الصفحة الخاصة بالمحاضرات التي قدمت والتي ستقدم إن شاء الله في هذه الأيام. نختار منها المحاضرات التي نحن بصددها، صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها، ونضغط على الرابط فيها، فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرة. نعم، بإمكانكم، طبعا سيظهر أمامكم زر مكتوب عليه التسجيل، نضغط عليه بداية ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة، فتظهر لنا إصدار الشهادة باللغة العربية، ولمن أحب أن يقوم بالتحميل باللغة الإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، هذه هي الصفحة الخاصة بعد الضغط على الرابط. نقوم بتحميل الشهادة الإلكترونية، وطبعا الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار فقط، ولمن عنده العضوية الاحترافية فبإمكانه تحميل الشهادة باللغتين مجانا. نعم أحبتنا الكرام، أيضا تم وضع رابط الكتاب الذي أهدي من المنصة، رابط الكتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، فبإمكانكم أحبتنا الضغط على الخدمات ومن ثم المكتبة الرقمية كما هو موضح أمامكم، فنقوم بالدخول إلى المكتبة الرقمية وتجدون فيها كتابنا الذي أهدي لحضراتكم. وبإمكانكم أيضا تحميل الكتاب مجانا، ضغط على الصفحة الخاصة بالكتاب، وبإمكانكم أيضا تحميل الكتاب. نعم أحبتنا، أيضا ننوه إلى طريقة تعبئة الرصيد، فلكل عضو من أعضاء المنصة بالصفحة الخاصة به الصفحة الشخصية توجد علامة زائد في أعلى الشاشة، بإمكانكم الضغط عليها فننتقل مباشرة إلى طريقة التعبئة للرصيد، وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد كما هو موضح أمامكم. ننوه أيضا أحبتنا الكرام، لمن أراد أن يتواصل مع الدكتورة لمياء الشمري فجزاها الله خيرا، تم وضع رقم هاتفها في الشات أيضا، وسنكرر مرة أخرى وضع الروابط والأرقام الخاصة بهذه المحاضرة. أيضا ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه إن شاء الله غدا سنقوم برفع التسجيل لهذه المحاضرة على موقعنا على اليوتيوب والذي تجدونها أمامكم، بإمكانكم الدخول إلى اليوتيوب ومن ثم كتابة منصة أريد العلمية، فتظهر أمامكم بهذه الصورة. ستجدون جميع المحاضرات التي قدمت في المنصة هنا تجدونها إن شاء الله. وهذا اليوم الثالث، هذا اليوم الثاني، وهذا اليوم الأول لهذه الدورة التدريبية. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نختم هذه الأمسية الطيبة التي بفضل الله تعالى يعني قدمت لنا الدكتورة فيها لمياء يعني معلومات رائعة، فبارك الله بجهودكم جميعا، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. ونختم هذه الأمسية بكفارة المسجد، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك،
نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.